قناة الدراما المغربية. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. شاري حريق مصنع بالعنوان المذكور، 400 صغيرة في استعمال، 400 صغيرة في استعمال، الإغاثة كافية، الشرطة بعين المكان، رجل إطفال في قمم مهمة ديالها. حياتي واقيلا ياك شوية مالكم ارتاح مع راسك ارتاح وغدا ان شاء الله غدوز عندي البيرو ان شاء الله عندي لك شي مفاجأة اهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام في هذه الحلقة التي نناقش فيها مستقبل العلاقات بين حركة حماس والبوبيا ودي لندن يسمع شي نقطع لك شويه النيوز وصحاب راسك بوحدك بالدار احتار ماسك شويه شوما ما ماشي تقدر تشفى فيا شوما هي مش الشيطان لتحت الفوق قالك وعره عليا
منتصف الليل تم حريق المهول السوداء للمصبرة وسط المدينة دون تسجيل خسائر في الأرض. أمي وعلى إثر سارة جري 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 شوف الودي جري لتسهيل عملية إخماد الحريق. سلام يا مولانا شنو شفتي؟ شهود العيان من سكان الحي التي تندلع فيها عيد فيه أعطي الراحة لراسك سلولة ما يفاضل ما عندك سخبة الخبر لا تشير ما عادش عجبو الحال مربي وما أعطي الراحة لراس وفي الدار لبقيت الحريق أخي ما جيت إميغريشن ولا خرج باك من الخدمة شكون غيصرف علينا؟ هي أنا ماشي راجل وليدي ويلي راجل ونص ويلي وأنا فنان وراضي على الأغنية اللي كنغني ودابا تشوف اش يخرج مني دابا تشوف اش غادي يخرج منه لا هو ولا لميا خليتيني الخلا عبرات عليك تي بنيتي سويتي كوبيتي غادي يشري لك بسكيليتا يا سويتي غي سيدو ما تخافوش مازال ما قلت له والو على هاش وقع فليليستي لميا بنت سي قاسم الله يخليك قالك الفليليسة ايوا دابا انت بنيتي كبيتي نقول لك اللي بغيت بابا اش داك الطيحة اللي درتي قبيلة لميا منا يلا كل الرجل ما نديش على الدري كون غير ارتاحوا راه موافقوا لي على المغادرة الطوعية بصح ومن اليوم غنقابلكم غير نتوما حتى تشبعوا مني وراه غدا دير لي واحد الحف ديال التكريم في القشلة كيفاش يمكن لينا نعيشوا حياتنا كيف ما كنا غادي نعيشوها كيف ما حنا ياك تبغيني واش باقا كتسولي تنبغيك بالك تقولها بهذه الطريقه شوفيا شوفيا وقول لي كنبغيك سلوى سلوى كنبغيك تقولي هاد الهضرة يا ربي نجيك تعاوديش تقولي هاد الهضرة شريت خلات حنان ورعد الخط يجيبك على خير درس ولي مزعود في حنان وزيدو لهداك كيزرب على كلش وانا غنزرب عليك حسي قاموري اش جاي ندير هاد عاوتاني واش نتوما ما باغيش تسالوا عليا من هادشي عاوتاني هاد الكسام الحواله شت براسو مع المخرج اسيدي راه عندنا العرض المسرحي واللجنه راه خصها تجي باش تشوف لنا الحصه ديالكم سالات وزيدوا حتى تاريخ العرض اللي طلبتو عامر حتى التاريخ لا حتى نتسناو لجنه الدعم خصها تجي تعطينا الفلوس اش يقول هذاك كاين اجتماع ديال الحزب فك يا وليدي الحزب هذا بعدا قلت لكم ما بقاش يدخل هنا السيره العرض قرب ومن حقنا ندربوا في هاد القاعه ايوا سيدي اجي الباسي وسير ورثني وانا حي واش غادي يورثك واش هاد المركب ديالك اجي انت خرج عليا هاد بنادم من هنا انت اسمع هاد عاد كنا عوالين عليه يعاونا في الديكور وفي الجوله ويساهم معانا اها نساهم معاكم انا عندي دار ايتام هنا ياك الو عبيبيش شوف غادي تدي جوج ديال الفواياجات ديال البكري وتغلمي ديهم الباطوار وانا راه ما غادي نعس تجيب لي الفلوس نتحاسب انا وياك عاودني منك صافي يلا وسير انتوما اش كتسناو فين المشكله هادي هادشي ماشي معقول لا لا هادشي ماشي معقول لا لا المدير راه في الغول لا لا هادشي ماشي معقول لا لا المدير راه في الغول المدير ديال الحلف
حل فمك حل فمك هذا فمك هذا ديالي ما باينش تحق يلا سير سمك فمك سميتك ها قلت لك سميتك ما باينش قلت يا وليدي جي قصار ها راسك مع راسك فرحان صحابك راسك في لابواط ستون شمع راسك خرج من الصف انت يا وليدي هاد الشعر ديالك؟ لا مطرق به الضربة الضربة تحق يا وليدي واكل رزقك؟ نعم منادى كوميرا فيها الطون منادى وكوميرا فيها الطون وكل الاقتصاد ديال الدار عند خالتي خالتك بارك الله عليك وهاد الكرش يا باش جاي بها باش تدخل بها للسطاج هاد الكرش هادي ما خصهاش تكون خصها تولي ملطة فهم؟ هتشوف فيا شايفني شفتك هادو شحال هما زوز 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 وانت الشافع ديال الباب هو اللي كنخدم في المنظوميه قاسم شكون هو قاسم 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 شكون قاسم وي ديري كنخدم في البومبيه ولا معاك سهيلات ندخل في عوطان باك سميتو قاسم كان في البومبيه في البومبيه وانتوما بجوج في ميل واحد لا صاحبي لا اسمع راسك هاد المهنه هادي ماشي مهنه ديال الوجهيات مهنه ديال الرجال كيخدم فيها اللي كيستحق متفقين متفقين يا مون كوموندو الحين نفهم شو صافي بارك الله وهذا مكان السلام عليكم السلام السلام بخير الحمد لله شي بخير ما دراك سقات الحفله حزق الخبر الحفله ما دازت كيما كيدوز الحفلات شي مزيان الحمد لله ما درا قالنا ولدك البالوت هو دخل البومبيه ايه صافي بغيت تتبع له قد البومبيه حميد ماك تبدلتي معايا انا اللي تبدلت تسمع وتقول لك انا اللي تبدلت المشاكل كامله اللي درتيها وتقول لي في الاخر انا اللي تبدلت دابا انا اللي كاين المشاكل ياك سلوى بدلي ساعه اخرى ما بغيتش نخسر معاك بدلي ساعه ستوب لا 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 دريس الالقاء مزيان ولكن الحركه راه خصها واحد شويه ديال الشرموله باش تدخل في الشخصيه ديالك مزيان اوكي تيدير لينا الاخراج ديال شرموله يلا يلا تفضلوا لداخل راه كاين الملابس ديال المسرحيه القديمه اللي جات قدو شي حاجه يلبسها باش نكملوا التمرين يلا بغيت نهضر معاك واخا خليني بلاتي تنخرجوا نهضروا واخا بغيتي تفهم راسك راه كتبغي بهلول شكون داير انت كتشوف واش كان شي مسمار خارج نزولو وبرجليك حفيانين ياك داير لا سير وصل للفرقه اولي استغفرت الله العظيم اولي استغفرت الله العظيم مع من خدامين سكن هلا بغيت تمشي لعند امك لا لك تبغي امك تبقى عندها في الدار ما تجيش لهنا حيت هنا كيكونوا رجال
الرجال اللي قلبهم حديد ما كيخافوش ما كيناسوش والرجال اللي خصهم يكونوا حديدة واقفين بصح. نشرب مونة نحيد الكرس. اش باغي؟ لا 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 ما نشربش مونة نحيد الكرس. باغي تحيد الكرس؟ تبعوني بجوج خطوة رياضية اتبعني كل شيء. يلا حرك حرك قوموا بوضع يلا طق طق راسك طق راسك 81 82 حتى قاسك 83 84 85 بيت 86 ولتنو ويبا كومانو زماء واحد 86 جوج 89 ثلاثة 10 أربعة خمسة غتبقاو هكا عمركم ما توليو رجال. بالعكس لقيت راحتي هنا مزيان هلعا واخا قول لي مالك صليات كتبري الخليف هذا قلت نملسها مزيان باش ندير لانجليز جديد وتجي الصار باش منصلها اشوف سوالف بلا هانسة وناري سيفتو لي دي سي جدان شوف غوطي بال ايه بعدا كدير معي شتو تما اجيزك اويلي عشان السواق عليك حداك هاي سولا الحال بحر ما تفرز على هذا شو يسمع لكم موضوع بشي واحد وانا وقت الكور فيه اخوي يلا بسم الله خط مستقيم راها بانكوف راها بانكوم راها بانكوم اي موش مع راسك قف وقف هاد الرجال شحال ندير لك انايا وراه غتهبط وراه هبطات اويلي شد شد هاك ولا جاي اها باكو اليمون فين هو اليمون اللي كان معاك اها باكو اها وما وما بقى مخيم كنت غيت ان تحيتي الحمد لله باكم ولطو باكم كومودو شحال خصو التراكسيون 30 ديال التراكسيون ساوتي في البحر بكرة السعو عينك في البحر ولا في راحة كوب
اخويا خاصك شويه خاص الله ربي عضيماتي الله ربي عضيماتي سيدي فرح عليكم السيد باش نحكم تحاديو لا لا الله يخليك انا عارف اش كندير ما كاين الله ربي عضيماتي اسمع لنا اخويا خلينا نعرف السيد الله فينا راه ولا السيرفيس غير ما فهمتوش ما خلينا نخدموها ياك توت فراكتور هذا عند خي موبيليزي صافي وراه حنا ولاد ايوا كان سيدي التوني وخدم بلاصه ناسي لا ما وصلناش للتوني دابا حنا راه ديجا لبسناه وغادي نلبسوه شوف تاك معاك ايوا انا طلعت دابا فكوني يلا ها سيكان واش غدير يلا معايا للدار نمشي عند خالتي هي الاول صافي سير ولا ستم غير يسوفو في الزر ديك الساعه نمشي معاك اوكي وبيني وبينك غير يسوفو في الزر دابا شحال من واحد دابا تيجي عندنا في 16 كنا دابا كنربي لي مواسير تعاود حتى شي حاجه حتى تكون جالس وحدك يلا دابا عاد عاود ليا شنو درتي 16 فين خلينا هذا خليتها فاش خرجت فيك السبع جبت السيف اه لا جبت السبع تعقل على الباركور والكور ديال الواليد الله يودي وبالحق تيجي وسيم وسولو كنت نطلع ونهبط ونهبط ونطلع قبل ما يوصل الاول للراس كوبيناتي كوبيناتي انا سيدي قاسم حسك امي بسم الله عليك يا خواتي اليوم داخلكم بالخلا السلام صافا علاش اجي معك واش عرفتيش بلي ديما تنسناك من بعد عاد نهضرو علاش صافي قلت لك من بعد باش كتهربي مني ديما وانا باغي غير نهضر معاك جا المخرج صباح الخير ما عرفتش اخويا حنا عاد وقفنا وجد هذا باش تخديو عليا التزام معك الرجال معك حتى العيالات حافظين حاضر والمشهد غيطلع لكم شرمل يلا يلا انجلس سعد علاش؟ انت بس حمام وكتزيني النوبة في في سي انا اللي خير تيجي خويا ماجد دريس باقي كيتسنى ما عرفتش اش غندير معاه صاحبتي هضري معاه سعاد عاصرة عليها ما بغاش تطلق منها ويا دريس حنا كتبغي بحلول حتى تفكينا منو تجبدوا ليا انت وما مرحبا في راسك اخو عاوتاني خرج لينا في البلان راه ماجد كتيرات شوفي شوفي راه ما غاديش تبقاي مسخسخاني النهار كله
سمعتيني كل مره جيليا شري شي طوموبيل واه ما كيخلصوكمش فهاد المسرح الا سمعك يقول زعما مقابل ليا لوزينات ليك اخويا ما عندكم يدار مع القاسم اش غادي نقول لك ما كان ساليش من مصيبه لمصيبه انت كتشوف لقاك داير ليا مريم يطاع عاوتاني سمع نقول لك انا بابا بدا كيوصلوا الخبر وانا عييت اخويا ما نخبي عليك بلا عمى وبلا عمى شي دابا كي غادي نحطك هنايا غادي نمشي داير مع بيرو العرض عليا اش هاد المصيبه هادي اش هاد المركر على تخرج من ستاج تلاقيت وعاري الدري كي ولا عرفتي تبدل عليا ولا فورماج نقول لك زعما البومبي يرجعوا راجل بسميه دالي صورت راجل الخدمة راه سالات شحال تفيق انا داك الصباح زعما راجل راه يداوي معاك قلت لك هاد الشيكه هادي كتدخل شك اها كيف جيتك قلت لك هاد الشيكه كترفع الراس واشتا شحال هادي ما زرتها حوت عاود اش قلتي شكون خويا سعيد تحد لي مثل الجري اكثر مني القهوه وصحاب القهوه والجلسه معاهم وزعما الا بغيت نديرها غادي تسيقي الخبر ايوا ديرها شوف واش غنسيق الخبر ولا لا لك رمشة غن القهوة أنا تبقى مش تقدر مدرسة كون خلصت فلوس المدرسة في ترونسبور كراني مشيت معهم في الطوموبيل زيدي طولك لسان زيدي نقلو على خوكي تكون درسة زيدي أمي بسم الله عليك وجد انت في عار الله لا بس السنة سيدي احنا خارجين ولا مازال ما خلصناش فلوس الشهر نوض عفو ولدي الله يرضي عليك اقسم اقسم ما كان اقسم لا والو نوض الله يرضي عليك صباح الخير ام هادي وصل معاك الخوا ديال المدرسة يا ورا باقي ما خلصتوش صافي امور الغدا انا غادي نجي نخلصكم رول باي باي الخلا الناس تينقشوا السقوفه وانتم كتنقشوا في الطريق قائد نعم ساعود لك يعني نفصل في 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 هذه النقطه كثيرا لكن مضطر قبل الفاصل اتوجه ايضا للسيد محمد نزال ماذا قدم لكم في هذا اللقاء انتم الان تعانون وضعا سيئا في غزه وحصار وامور اخرى كثيره انا برايي لا يمكن اختزال علاقه استراتيجيه مع بلد كالاردن في ما يمكن ان يقدم في خاطر السهل السيك وزدتي فيه هذيك الساعة جيب الميكانيسيان أنا عليا كل شيء شكون اللي عيط لومبيلونس هذاك الكوليك شني ولا ديال لاميا واش جاي هنايا جاي يخلص شهر لختو أجيب لها الشك السيدة المديرة ياك إيه بغيت نخلص فلوس الشهر ديال اختي لاميا يا سيدي شكون اللي قالك هاليوم مالك مزرو حتى يكون عندك هادشي بون بالاخص لمياء تلميذة نشيطة مهذبة على جميع المستويات سابقة في كلمة توصلي معك الدراري كيفاش؟ شوف الطوموبيلة بقات لينا قطعة والهم كل الفابور ديالا للمياء ولكن راهم بزاف ماشي مشكل طريف طريف وسيم وجبان انا ديك لا ليست ديال العناوين
غليظة ولا رقيقة؟ أطلقونا شيء خلاص راه تابع على التمرين. ايوا ضحك ايوا حتي يجي سي ادريس انا بغيت الى اللحان تخرجنا بلا غدا. ها هو جا الفكر قول غير السلام زعما انت فهمتي وبيبيني ولا صيفط لي اس ام اس على انت كتبيبيني ولا كتقولها لي اني كدير داك الزبايل ديالك. اسمعي انا هاد الهضره ما عندي ما ندير بها ما تعطلوش انا اليوم غندير واحد جوج زبايل غادي يجيو عندي واحد جوج زبايل كل زبله يا زبله بلاتي كاين شي كلاصه في الثلاجه هاد القضيه انا راه والله الا حرام هاد مولاي الطاجين يبقى هكا كيبرد. شوف الدراري خاصنا نهضروا كاملين ماشي غير بوحدي ياك حتى انتوما مضرورين وكاملين مضرورين ولكن ما تقدرش تصبر حتى يفوت العرض عاد نهضروا على المشاكل. ايوا اللي قلنا اسمح لي عنده الصح تيدوز العرض عاد نهضروا. اسمح لي عنده الصح والله داز العرض لا شديته فرانك والله ما يعقل عليكم. شكون هذا الشيء قال؟ السلام عليكم. السلام ياك ما دايرين هي النقابه؟ لا حنا استاذ موجودين يلا حتى انا موجود هيئت لكم التاريخ ديال العرض. تفضلوا تفضلوا دريس درك ما جيتيش بقيتي غير انت اللي ناقص. كنتي بغيتي نجي؟ بيان سور بغيتي نجي كون عرفتي عليا بوحدي ما تعرفيش عليا نجي مخبى وسط الناس كاملين كاع ما باين تضحكي واش ما بغاش هذيك الله نشوف واش وقيت فين نتاكو. واخا سيدي ما غيكون خاطرك دابا نتلاقاو ونخرجو ونهضرو واخا حنان أحنان خاصك تاخذي شي قرار. والله ما عرفت خبارك درت معاه وحرت. علاش هيك بهلول عمو ما صرح لك بشي حاجة؟ وخاك كصاحبتي زعما كنبغيه وديها في اللي كيبغيك ماشي في اللي كتبغيه ودي راه كيتسطع عليك. بعد درت معاه وندمت ما عرفتش كيفاش قلت له تا نخرجوا يمكن هو اللي مكتب ليك. باش تعلم تستعمل اللي تاع العيالات وما تبقاش تعلم جبتي عليها لما طيب هاد المره غادي نخشى من باب البرمه. عرفتي شنو هو غادي نخشى في البرمه؟ غادي نخشى في البرمه وغادي نبقى نرفس 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 باش نبقى تفورما عليا بالتوبه زعما تحب على راسي قالت قلت له خويا فات من ديك الفورما ديال الرمى انا راه ما كنعتبرهاش تسحب لكم هذيك هي هي مولات الحمام هذيك راه عاد طيابه فهمتيني انا ما كنعتبرش حتى شي حد وما بخير. كيف بقيتي اختي؟ صوفيا عمتي ويلي 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 جيت معاك الكويبه غزاله صلي على النبي عليك. حمام سخون ولا بارد؟
بيلي 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 دحا فيتي جمعك الرق اوه زوينة يا رجع كيس كلي بل اولا رجع ماما ماما سليك أبيرا في القف شنو قلتي؟ سليك أبيرا في القف برد سخون يا مولا يعقوب برد سخون اكس كان صاحبي جنبهم بيا بحلاقة علاش؟ كنت كنقول على الزيس هو اللي فيه الكرفي بحال الجيش بحال البومبية كل واحد كيأدي مهمته الجيش كيحمل العتاد والسلاح باش يدافع على بلاده والبومبية كيطفيو العافية ونقضوا الأرواح باش يدافعوا على بلاده ما عندك سي سويكي ديال الملحة جاتك الماكلة من الثلاثة سلسلة جل جل كما تهرز لي الله يهديك أفين هذا الأخوان مسي نسوف عمي صار آخر ذاته قلت لنا أنا كأغلى الملكة وسي حمو سيشد أخرى ما فهمتيش بغينا نشوفو امي زهرة ام بهلولها تاشبي في السي الهمري كلكلنا سحمو بحال بحال تاشبي في الزوع ها في الزينه اللي خص سحمو هذا مزهرات كنت تجي لهذا البلايص يا زول يا فاك ولا Thank you.
رامية ليما كلمي انتي بور توا ماتي كلمي انتي 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 كلمي بابا جيت عشا يلا فهمتي الحركة يلا 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 اجي 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 اسمع دير ولكن بابا كان لي انا داني ناس لا ما تفايقوني هي مازال ما ناسي ايوا بغيتي كيقولوا لي الهدوره الدراري انا ما مشيت زويجه وتهنا عندك الحق كوكا تعدي المراه كون راني درت ناقص من الملح تمرينك تبارك الله على السي سعيد افاق من القلبه الناس اليوم وملك قلبوا على اللي يخدمهم يا كلالة شنو دابا ما تنوضش العشاء العشاء اوهو تنفس ديال خود خودي وخرزي خودي وخرزي عندي حسوا 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 كل ساعة دي دوز واحدة حسوا بيا ساشعلة وارخي هاينا نشوف ونطلع الكاو شوية الو بومبية ورا شاعلة وفي جوان ديالي سلطوني 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 أنا غنتا أنا غنتا شوف 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 لا 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 لا
التصميم ديال هذا. انا تما مالك؟ والله ما عرفت، خاصني شي حاجه وما عرفت شنو هي. ياك ما تنادم معاك الحال هذاك خينا اللي سديناه في السطح. ممكن مسكين كان باغي ينتحر على الزواج. ايه وانت حركتك العاطفه ياك. قر قر قر. علاش لا؟ الخدمه خدامين، حرص بالنية والزواج بالنية. دير لها طريق، أنا عارفك اللي كتبغي دير شي حاجة ما كاينش اللي يقدر عليك في الغميق. أنت ما عرفتش كيفاش تصاحبت معاك. اللي ما عرفتش كيفاش درت تصاحبت معاك. سير لبلاصتك. أنا كنضحك معاك يا بهلول، عندك الصح، ما كاين أحسن من الزواج. وكترسي إلا كان الواحد باقي صغير وتكون هي مبوكسة و والله لقينا بشي نقرا فين يغبر نحاسنا. حنان عارفه بلي مده وانا باغي نهضر معاك، عرفتي شنو كنت تسحب لي؟ واش سهله غير انا نوصل ونقدر نقول لك كاع داكشي باش نحس. والله الا تلفت ما عرفتش باش نبدا. عارفه داكشي باش انا خرجت معاك وبغيت نهضر معاك. عرفتي شنو تفكرت دابا؟ تفكرت المسرحيه اللي تلعبوا. نقول لك سلوى تنبغيك، دابا بغيت نقول لك حنان تنبغيك. ادريس اسمحلي نقول لك شي حاجة، راه ربي اللي عالم شحال عندي عزيز ياك، وكنعتبرك بحال خويا. حنان انا عندي ربعة الخوت بارك عليا. واخا سيدي يلا زيدني على الخمسة. خمسة؟ واش عارفه اش ديري فيا؟ ها؟ عارفه اش ديري فيا؟ واش سهل عليا تجلس تقولي؟ تتفكري ليا في الله يربحك بيه. دريس سير تبع حيل غير نشرح ليك. قال شنو غتشرحي ليا؟ انا نمشي نبدلو ساعه اخرى. Oh!
سمعتو يابا دابا شي حاجه يديا قالك صرغيني جوج شراف يلا فك قالك صرغيني يجي وقرخوبي يلا فك وما نخرجك من هنا اوكي ما تقولهاش للبوليس شنو صاحبي خليتهم حداك اخويا الصغير اوكي شكون انت شكون انت هو قرب لي شي واحد تنجبد لهم مصارنا لا حليك تنسبح C'est pas grave, hein? Majid. Ah, je vois pas assez. Ah, j'ai vu. Ah,
تخافيش بنتي. لا اسمح لي عندي اسمح لي شوفك خلي وقت ترتاح. لا اسمح لي. لا ايه غادي نشوفها انا ما ندير والو. خل احترامتي مكومون راح صدمك ديال الباب شكرين. واحد الحديثه ديال الاقتصاد شرب شي قهوه؟ لا عاد شربت الحمص. انا مازال ما فطرتش فطر معايا. لا عامل شويه ديال الريجيم. كاين حتى مشكل. لا في صحتكم ممكن مضى. تقادو الكتاف؟ لا لا. تقادو الكتاف؟ لا 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 حاشا حاشا. تقادو الكتاف؟ لا لا. قف! احتراماتي ممكن مضى. راها. اش كاين؟ واحد البنت اغتصبوها في. هضر بشويه. فسر كلامك بشويه. واحد البنت اغتصبوها في المرسى ومن بعد ما تدخلنا فكينا المشكل وديناها للمستشفى غير جات شويه لاباس وداها بهلول معاه للدار. شكون؟ بهلول. بهلول بهلول ها واش يخبر خبر قاسم؟ اه معلوم خبر موكوماندا وخبر حتى خوها. خوها؟ شكون خوها؟ خوها خدم معنا؟ لا 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 ما خدمش معنا مون كوموندو. وهي فين مشات؟ قلت لك بلي رداها بهلول للدار. هاد بهلول خرج منه العجب. تقصر معايا؟ احتراماتي مون كوموندو. صلوا عليها بنتي ما تصبر على صف الوطن انت اللي قلبي صار انا بهلول قيم صراحة صاحب اخوك ما جيت ما جيت
عندناش بلادك. الله يخليك ليا سيدي، تهضر. أيها السيدات والسادة، بلا ما تصفقوا، ما غاديش نقدم لكم الفنانة اللي شخصوا أمامكم هذه المسرحية. اللي كنطلب منكم هو أننا نقرأ الفاتحة على روح الفقيد إدريس، الفنان ديالنا اللي غادرنا بسرعة. نقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قال قال ما تقول لي شهادة طبية أخرى. شهادة طبية ما نبالول. ضرب لهنا زيد طلق. احتراماتي للكوموندو. شتو شي فاتك وعندها بعدي غادخلي غاتروح في زنزي. يلا صافي 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 يلا صافي. شوف الله يرحم باك، داكشي اللي غادي تقولو غتقول داخل في المحكمة. أنا مزاوق فيكم مزاوق فين؟ قال عربي. قال أسيدي أسيدي راه دماغك الراجل صافي. كون هاني هي راه شهدات باللي كاين. دري غير بصح أنا فريق. واش تبغي لي الحبس؟ عار البزيزيلة والحليبة اللي رضعت. ولدي ما رضع كاع البزيزيلة رضع رضع. شكون هو هذا شكون هو؟ ما كاين شكون هو؟ يلا وينو ما كاين والو. صافي تبعني. زيد صافي. ما كاين محكمة. باسم جلالة الملك تصرح غرفة الجنايات علنيا ابتدائيا حضوريا. أولا، في الدعوة العمومية بمؤاخذة المتهمين من أجل المنسوب إليهم ومعاقبة كل واحد منهم. السرغين الهايب بالسجن المؤبد عزيز اليونسي بعقوبة حبسية 30 سنة نافذة. نور الدين عزام بعقوبة حبسية 10 سنوات نافذة. غير شوية هدا ولا تصونيت؟ كاين بهلول مشى للمحكمة. علاش بغيتو المحكمة؟ أنا كيبان ليا بنادم غير كيتبوحط علينا. بغيت نعرف ما كيجيب الشوية الطبية كلهم. إوا 100 درهم ما صليت له بينا مول يوسف. إلا بغيتو بقاسم راه مشى للقهوة. قاسم؟ يلاه يلاه بحال نقول ميشي هاد الجلاخات ديال القاسم. يلاه يلاه تبعني. خال
ماتي مو كوموندون. لا 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 جيتي حبيبيك توحشناك عندي مسناك مريض ياك يا وجهك صفر. اه من كوموندون كنت مريضة من كوموندون. اسكت ما تتكلمش حتى نعطيك انا الاذن ياك عرفتي علاش؟ علاش لا ما عرفتيش علاش ما عرفتيش حيت الا هضرتي بزاف غادي تعاود تمرض انت ما خصكش تمرض. اي كما كيقولوا قلب القدرة على فمها اش بالمها. اي برافو عليك برافو قلب القدرة على فمها البنت كتطلع لما ما كيقولوش قلب القدرة على فمها اصدقاء فيش مهبوح. من اين ذاك الشبل من ذاك الاسد؟ سد فمك سد فمك سد القوشك عليا داكشي اللي داروا باك بغيتي تكملوا ها بالحق. لا انا لكما بالمرصاد انا لكما بالمرصاد. او الزهر من كوموندو من اليوم ما كاين لا برمسيو لا شهاده طبيه ما كاين غير الكاريطه حتى الموت الكاريطه حتى الموت ولا غدير كما دار بواك. اش دار لك دير ما دار بواك؟ ها لا ما كاين لا شهاده طبيه لا برمسيون الكاريطه حتى تموت حتى الموت. نشيدنا على الدوام ما خالفه مولانا الامام. الخلاف بينك وبين الأردن كان خلافا تفصيليا ويقترب بهذا اللقاء وبهذه المصالحة أن تنهي الأمور التفصيلية بعد الفاصل نناقش أثر هذا التقارب على المصالحة الفلسطينية الفلسطينية بطوما. تلكمود علي قلب شوية قاتل يدمعي أنا بالخبار بس كتير يا لله خلينا نشوف الخبار ونعرفوا شحال ماتوا اليوم. الله نصب لك العشاء تعلم قال مالوش وزعما راه بهلول دير شهاده طبيه خصو يرجع دغيا. فين بهلول؟ حسروه هبطوا الكوموندو على العزه. كاين شي ديكلاراسيون؟ لا مو كوموندو. بغيت بلوى وانا في قلب الدار ما كاين هوا عايشين غير بالكاز. حصلت يا ولد قواسم ما مشيتي حتى جيتي بين يدي. علاش ما حد براسك جايب هاد العشاء لتيدا؟ بهلول بهلول يا بهلول داير لي الامور في القصله تيتانيك حصلتي شديتك حي خطيب سامون كوموندو جابتي العشاء كاع اش غيوقع
خطي في تيجي في الماكلة. شنو قلت اليوم؟ طبعا انا قبلت عليا ماشي غير هكا هكا ولا يا وعشقك مصيبة صعيبة يا للا حرت معاك ظهري اليوم عندي حبيب عمرني ما ننسى ين عمرني ما ننسى قال بغيك ونخاف عليك وعمري عمري عمري أنا هديتي ساكن في الأعماق من غيرك ما يحلالي يا غالي وساكن في الأعماق من غيرك ما يحلالي إذا غبتي نبقى مشتاق ظهري اليوم عندي حبيب عمرني ما ننسى عمرني ما ننسى كان بغيك ونخاف عليك عمري 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 أنا هديت ليك فكرتوني ملي كنت مازال خدام في البومبية كتكون حالة الدخان كتير كتولي اسفيكسي اختناق اول حاجة خصك دير هي ديجاجي لا فيكتيم واش راه سمعناه عاود لا كاين شي جديد واش جبت شي جبيدة وعاود لينا شي مكيتة مكتاق والله يبقى الصدر بنت ما خلاو ما داروا فيها وباغي يزوجها لولدو سي قاسم سي قاسم سي شوشكو انا لقيتو فوقاش تجيو موقع البنت هيا هيا انا بون ابيتي شكون خلي خلي انا نمشي نشوف انا نشوف السلام عليكم شحال بالخاطر سيدي بغينا حنان اول حاجه في حاله اغماء ديفولي لافول ديفولي اسمعي ما لقيتو فوقاش تجيوها صاحبي وحنا اللي فضلنا نجيو عندها هنايا بلا ما نديروا في الاستدعاء فيكتيفمون حتى دابا ما طرح حتى شي مشكل مره اخرى مره اخرى انتما شنو درتو كان على الاقل تخبرونا قبل ما تجيو حنا مخزن عارفين السيرفيس شويه ديزولي
زيد تعطل، زيد تعطل غير شويه، غير خمسه ديال الدقائق، خمسه ديال الدقائق غادي تشوف اش غادي يوقع لك. الا ما نصيفطك للدرك الخالي ماشي انا هو الكوموندو علال. نو 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 كوموندو نو، انا كيبان ليا الدرك الخالي قليله في حقه، يقدر يمشي حتى لتما وتبقى توصلوا للمندا. في نظرك؟ في نظري، في نظري يا مون كوموندو، انا في نظري خصو يتوقف. يتوقف. غادي نحسب له واحد خمسه، الا ما جاش غادي نوقفو. لا ما كوموندون سي طون سي طون جوسكا سانك. انا في نظري حتى ثلاثه. في نظرك؟ في نظري حتى ثلاثه. حتى ثلاثه انا ما غاديش ندير مع الحساب، انا غادي نوقفو. مون كوموندون، مون كوموندون، شتي راه ماشي مون كوموندون. كي تحت تبعت شن نو مون كوموندون. مشي يجيب لك العشاء؟ نو مون كوموندون. ياك العشاء كاين هنا؟ وي مون كوموندون. مخلي البوست ديالو؟ وي مون كوموندون. وي مون كوموندون، نو مون كوموندون، وي مون كوموندون، نو مون كوموندون. أتعطيني أون فراس سامبل إي كليغ. وي مون كوموندون. شوف أنت، هذيك النقطة الأولى اللي كنت نعطيك غادي تولي هي النقطة الأخرى. نو مون كوموندون. غادي نبغي دابا الكونترون دو جي عندي باش غدا يتوقف. C'est ça mon commandant. انا وداش حضرتها في الصحه كنا نقعد حدا شويه بقيت حتى الصباح. شويه لاباس الحمد لله. لا 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 وي زهره شنو وقع؟ ويلي تبتي ما يبقى كاع سخرتي شويه بحق الحمد لله. بهلول شنو كان كيدير هنا؟ بهلول بهلول راه خلى الخدمة ولصق حداك تما. بيني وبينك تيتافق حداك على القيدي راحتك. شتي هادو غادي؟ شتي؟
شي مزيان عندك فيها توقيف ديال شهرين غادي تهبط دابا للمكازا غتهز دوك الحويجات وتضربك عليا وجهك يلا Alors on change ça pour une photo de la sieste, un élément qu'on voulait tous retrouver en face. Hala, fil gada. Shnou waqa? Merkaz Sak. Ma andkelch tkoun qadar wahda. Ila kunti katamni bel qadar, nqdar علينا نتلاقاو نوياك في الظروف. Ma tkemmel عليها Hala. كسبغيني ولا لا راكم بغيك الزمر شنو الحادثة؟ حريق في عمارة خديتي العنوان؟ ها هو قيدنا مو كوموندون عيطوا لوحدة 12 وحدة 12 عندها غريق في البحر عيطوا لوحدة 13 عندها عمارة طاحت في الحي الجديد وحدة 14 عندهم مرة وزادت في طريق مو كوموندون عيطوا لوحدة 15 اللي فيها بجوج عيطوا لهم دابا مو كوموندون مهلول عنده العرس هاد الليلة اسمعوني يطنو هاد واحد الناس عندنا أهم من العرس عيط لمهلول أبو صوت من كوموندون واحدة 15 مفهوم من طرف بلول احنا في الطريق لمكان الحريق ما تعكش معك بلول نومو كومدو هيا نطلع راجل عند بلول رجال وقاية المدنية